كعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع للاطلاع على اجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي والجهود اللي بتتم لاستحداث اليات للتنسيق في اطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الاهلي وتنميه القيم الانسانيه والمجتمعيه. كمان من ضمن الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف حركه البضائع والشحن في الموانئ المصريه، وقال انه في ظل زياده الموارد الدولاريه في الايام الاخيره سواء بقى من صفقه راس الحكمه او من غيرها، في توجيهات رئاسيه بسرعه الافراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ خصوصا السلع الغذائيه والادويه والاعلاف وايضا مستلزمات الانتاج. تفاصيل هذه الاخبار واخبار تانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واطلع الرئيس خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وده من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية وأيضاً منظومة الشحن المسبق ACI، وأكد دكتور مدبولي رئيس الوزراء أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها. امبارح عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة توفير الخدمات المختلفة بمشروعات الإسكان بديل العشوائيات على مستوى الجمهورية، وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع الاهتمام البالغ الذي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة موقف المناطق السكنية اللي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة أو بديل العشوائيات إليها، لذا يحرص على أن يتابع مع المحافظين بصفة دورية توفر الخدمات المختلفة وأيضاً أعمال الصيانة لضمان الحفاظ على هذه المشروعات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة جهودها من خلال الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وده من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وأيضاً زيادة الإيرادات المحصلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، وده بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم اللي بيوافق 9 مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمر صحفي للإعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية، تخليداً لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يوم 9 مارس عام 1969. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة اسكندرية تم افتتاح معرض أهلا رمضان بالعمرية بتخفيضات بتصل ل 30%. أما في الشرقية فتم توفير أكثر من 56 ألف فرصة عمل، وده طبعا ضمن مبادرة مشروع. في القليوبية أيضا تم توزيع 75 طن سكر بسعر 27 جنيه للكيلو على المدن والقرى، والنهاردة في المنوفية المية
هتقطع لمدة 4 ساعات عن مدينة منوف وضواحيها لغسل الشبكات. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان المقام بالعمرية، وبيضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم. وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والسكر والرز والزيت والمكرونات بتخفيضات تصل ل 30%. في المنيا أعلنت المحافظة أن مديرية العمل بتواصل جهودها للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور، سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات. وتم خلال شهر يناير الماضي تعيين 468 شاب وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري. في كفر الشيخ أكدت المحافظة تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية أيام الجمعة من كل أسبوع من 8 صباحاً حتى 8 مساءً لزيادة الأوقات اللي بتقدم فيها الخدمة للمرضى، وده في إطار اهتمام الدولة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة أوقات تقديم الخدمات للارتقاء بالمنظومة الصحية. في الشرقية أكدت المحافظة تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك لتوفير 56233 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3,202,980,000 جنيه، وتم تنفيذ 19177 مشروع ضمن المبادرة. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم الثلاث عن مدينة منوف والقرى التابعة ليها من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 الظهر من نفس اليوم لغسل الشبكات وتطهير الخزانات. في بني سويف أكدت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية كوم الرمل مركز سمسطة مكونة من 8 عيادات في تخصصات البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1606 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الأليوبية أعلنت مديرية التموين توزيع كميات من السكر على المواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو، وده بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين، وإجمالي الكميات الموزعة وصلت ل 74 طن و600 كيلو سكر تحت إشراف ورقابة التموين ومجالس المدن.